هذا وقد نفت جماهير القوة الجوية علاقتها بالأحداث التي جرت في مباراة فريق الحسين ونفط ميسان أمس على ملعب مدينة الصدر 5000. نتابع رد جماهير القوة الجوية ولا نعود. يعني مفروض على الفريق الخصم يجب أن يعتذر من إدارة وجمهور القوة الجوية. جمهور القوة الجوية شو له دخل بنادي الحسين؟ ما له دخل. الحمد لله على سلامة لاعبين وجماهير نادي نفط ميسان. لاعبين وجماهير نادي نفط ميسان كلهم اخوتنا واصدقائنا وتربطنا بهم علاقات وطيده، فاذا اجى شخص اساء من هنا او من هناك مو من المعقول انه راسا انا نسبة القوه الجويه. شنو الدليل على انه جماهير القوه الجويه؟ لو اي شخص يقول انا عندي دليل انه هذول اللي ساءوا من جماهير القوه الجويه قبل الاتحاد وقبل القانون وقبل اي شخص احنا نتخذ به اجراء. لا احنا هذا انه الجوي عندهم لعبه بالاعمار، احنا عندنا لعبه واحده بالاعمار السنه خلصناها وعندنا لعبه موسم الاخر. يعني بس الاعمار عندهم ازيد من 10 لعبات ببغداد وراح نكون حاضرين ومساندين وداعمين لهم باي لعبه يجون هالبغداد. يعني اول المشكله المباراه مو يا القوه الجويه ولا يا جمهور القوه الجويه. الكل يعرف هسه كجماهير الفرق الجماهيريه الاربعه يعرف انه نادي الحسين كل الاحترام له عنده رابطه وعنده مشجعين. يعني تعرف مكان الموقع الجغرافي اللي هو به بالمدينه، والمدينه ما شاء الله عدد سكانها راح يصير تقريبا 4.5 الى 5 مليون. يعني واحدهم هم جمهور. فان شاء الله وصار اتصال الى اقضي ابو برير من رئيس الرابطه مال نفط ميسان، وان شاء الله حصير جلسه وديه وينتهي كل شيء بعد ما.